يعني بالنسبة لـ 2006 الموضوع ملتبس، إذا كان بدهم إياهم يشيحوا لبنان ولا يعملوا incursions يعني دخول محدود بأماكن محدودة لأسباب تكتية، بس هلا بصرف النظر بـ 82 وبـ 78 سمحوا لهم يفوتوا على لبنان، هلا بـ 82 سمحوا لهم الليطاني مهن طوروا الهجوم ووصلوا على بيروت لأسباب سياسية، هيداك برات رأي برات إذن أمريكا، هيدي من الأوقات اللي إسرائيل بتعمل شغلات برات الغطاء الأمريكاني. طيب انما الفكره الاساسيه بدي اعيدها، اسمحي بدي اعيدها تتوضح، الخسائر اللي رح تتكبدها اسرائيل بدخول واسع الى لبنان، دخول واسع مش دخول اجتياح محدود، بري يعني اجتياح بري واسع، كلمه واسع هي الاساس. الخسائر اللي بتتكبدها اسرائيل في حال سمحت لامريكا تعمل اجتياح بري واسع الى لبنان كافي تتقنع الامريكان بسبب هاي الخسائر انه اسرائيل رح تخسر. رح تخسر من قوة ردعة بالمرحلة الأولى، وأمريكا بالتالي رح تخسر. وسبب تاني مرادف لإله إنه بعد خروج إسرائيل من لبنان بعد سنة بعد اثنين من المنطقة اللي بتكون احتلتها في حال قدرت تحتلها، بعد هالفترة الفريق المعادي لإسرائيل بلبنان بيقوى كتير على الفريق يلي هو ضمناً بشكل مش كتير مستحي يعني شوي من موالي لإسرائيل وبيتمنى دخولها بين يوم والتاني. هالربط المعقد هذا بين الموضوعين هذا بيفهموه المحترفين بالسياسة الأمريكية، ومشان هيك ما سامحوا ليؤاف جالانت وللحكومة الإسرائيلية، يؤاف جالانت وزير دفاع إسرائيل. نعم. والعالم تعرف وزير دفاع إسرائيل غير وزير دفاع بلبنان، يعني سلطته على الجيش مباشرة كاملة، هو رئيسهم، غير مثلا وزير الدفاع بلبنان عنده سلطة كبيرة على الجيش بس مش هو قائد الجيش. بإسرائيل غير هيك. هلا الاختصار اجتياح بري واسع إسرائيل للبنان ما في، والركيزة تبعها هي الخسائر الكبرى اللي بتتكلفها إسرائيل في حال فاتت. طيب إذا قلنا ونتيجة خليني كمل سمار، ونتيجة السلبية على مصالح أمريكا بلبنان وبالحوض الشرقي للمتوسط، هالثلاث شغلات ورا بعضهم اسرائيل بتفوت بتكلف خسائر كبيره بسبب قوه المقاومه ومن سيسندها الجيش، لانه لابد ما يدخل كمان ويقوم بيجبه. فاذا هذه الشغله ضد مصلحه امريكا لانه بتخسر الردع الاسرائيلي، ولانه بالاخر بيسيطروا جماعه اللي ضد اسرائيل بلبنان اكثر على السياسه اللبنانيه، وهي كلها سوا خساره لامريكا. فبنرجع على الاساس، الاساس انه اللبنانيين قادرين يؤذوا اسرائيل لدرجه انه امريكا تعمل هالحساب هالكالكول هيدا. ممتاز، هذا شيء حلو جديد وأول مرة بنسمعه. لحتى لي أختم هذا الموضوع. طيب هذا عم نحكي هون النظرية على قاعدة اجتياح بري أو دخول بري أو واسع، مثل ما حضرتك تفضلت وشددت على كلمة واسع. طيب ما فاتوا بالبر، ماذا لو تسلوا فينا بطيران الوقت؟ طب تعرف يعني هي عندها قدرة تدميرية، فهون مش ممنوع على ما يبدو، او قديش حدوده بتكون عند الامريكي بشكل انه ما يرجع يأذي مصالح. هلا انا مش خبير عسكري بس بعرف كفاية لك ما يلي، تداخل الاراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة اسرائيل من جهة، ومن جهة تانية التضاريس اللبنانية، ومن جهة تالتة القوة النارية اللي كل يوم المقاومة بتظهر عن جزء منها، كلها بتجعل هاي المعادلة مش صحيحة. بمعنى إسرائيل قادرة أنه تدمر بلبنان أكتر ما اللبنانيين قادرين يدمروا بإسرائيل، مفهوم. إنما الحساب تكتيا مش هيك بصير، بصير إذا بصرف النظر داش كمية الدمار اللي بيسببوه اللبنانية عند إسرائيلية، بصرف النظر عن كميته، إذا بيقدروا يحملوه الإسرائيلية هو التست. ما بيقدروا يحملوه. صحيح. طيب بمعنى هن قادرين تنقول يدمروا عنا 100 جزء، نحن قادرين ندمر عندهم 15 جزء، السؤال هن بيحملون هاول 15 جزء؟ هذا الردع. الردع مش انه يكون عندنا نفس كمية نوعية الطيران ونفس كمية الأسلحة ونفس التكنولوجيا المتقدمة اللي عندهم. الردع انه اليهود الإسرائيلية يعني هن مش ما بيستحوا يقولوا نحن يهود، يعني عملوا قانون انه اليهود بس بفلسطين انه باسرائيل لهم حق تقرير المصير، وامبارح عملوا قانون رفضوا فيه الدوله الفلسطينيه للابد يعني حتى يكونوا غيروا القانون. طيب اذا هن بيقدروا يحملوا الخسائر بدهم نكلفهم اياها. هلا بنرجع للي حكيناه من شوي، اذا امريكا بتخليهم يحملوا الخسائر لو هن بدهم، من هون لعبه نتنياهو صارت يعني مبتذله حتى بالنسبه للراي العام الاسرائيلي، بتشوفي صحافتهم
يعني هلا انا جاي لعندك عم بقرا باللواء بترجمه كل يوم من مقالات عبريه من الاعلام العبري. في حدا عامل مقال باسرائيل هيوم، اسرائيل هيوم هذه يعني جريده نتنياهو صحيح منزله مثل ما بيقولوا بالضيعه منزله من الغربال. طيب يعني لعبه نتنياهو صارت مبتذله. هلا بكل هالمنظومه هاي اللي عم نحكيها بدك تبلشي وتنتهي بموقف امريكا. اسرائيل بتزمط بشغلات ضد راي امريكا بس السقف بتحدده امريكا. هلا اللي عم نشوفه نحن انه السقف الامريكاني هذا ما بيسمح بتوسيع الحرب يعني بتوسيع العمليات العسكريه بجنوب وصولا لاجتياح فكره وضحت جدا جدا.